دشنت قوات الحزام الأمني بسقطرى العام التدريبي الجديد بعرض عسكري وتخريج دفعة جديدة من منتسبيها. وأشاد محافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي بالدور الكبير الذي تقوم به قوات الحزام الأمني وبالتنسيق مع القوات المسلحة الجنوبية والأمن من خلال قيامهم بدورهم الوطني في حماية الأرخبيل وتعزيز دعائم السلم فيه. ونتعهد ان احنا في لواء الحزام الامني محافظه ارخبيل سقطرى ان نكون مع زملائنا في القوات المسلحه الجنوبيه والامن في تنفيذ اي مهمه عسكريه تسند الينا، وسنكون درعا حصينا للحفاظ على الامن والاستقرار والحفاظ على الملكيه العامه والملكيه الخاصه.